السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما نقف في عزاء سيد الشهداء يجب أن نقف بما أراده سيد الشهداء، لا بما أرادته انحرافات الأفكار التي كانت ولا تزال تبث إلينا بأسماء أريد لها أن تشوه منبر الحسين وتجعل منه معتركا طائفيا سياسيا. اليوم مع الحسين في طور طفك حدثتني أدمعي، فصرعت مذ وقع المقال بمسمعي، وأفقت أقتبس الجراح حكاية من عزم ليث عبقري المعي، تتلو نواميس الفداء جراحه، والدهر ينصت باستماع الخشع، يروي ويتبعه الإباء مؤمنا، القول قولك لا مقال الخضع، فالطاعنين العاليات بزيفهم، والحاسدين شواهقا لم تخضع، والناظرين إلى الطفوف بأعين لم تستقم نحو الصواب وتتبع، والرابضين على الدماء مصالحا، والراكبين الزيف نهج تخنع، والمبتغين نوائلا بمنابر، والكاذبين بقيلة المستنفع، والسارقين من الجياع رغيفهم، وعقولهم لسوى المفاسد لم تعي، والمدعين بأن طفك ملكهم، والمنتمين لكربلاء بتصنع، والمدعين بأن طفك ملكهم، والمنتمين لكربلاء بتصنع، إني ولقد طلبتك في المنابر، إنما لم أستمع ما يقترب لتوقعي، الاسم اسمك والمراد بقولهم، لا يدن منك بوصلة أو مقطع، لم يعرفوا من كربلاك سوى الأسى، والحاسرات من المصائب والنعي، عرفوك عطشانا وقد جهلوا بأن طابت يمينك للفدا من منبعي، ورأوك عبرتهم وأنت منارهم، لسواك خطو العز لا لن يتبعي، إني أتيتك أجتنيك حقيقة، تروي المواقف بالمقال الأنصع، يا أصدق الراوين عن يوم به حكم الفداء على الجهات الأربع، هبني طفوفك دون خلت وربما، بل دون قول بالزوائف مترع، أسقط تواريخ الدراهم إنها يحدو بها التزييف رهن المطمع، وافضح وصال المدعين بوصلهم، واكشف حقيقتهم بظهر الأقنع، واسقط مقال الكاذبين وزيفهم، كبر أيا شمس الحقيقة فاصطع، ولتسمع الدنيا بأنك شرعة لا ينتميها غير فذ مبدع، ولقد عبرت من السنين عديدها، وأتيت لا أحمل سوى عقلي معي، بيني وعقلي قد طرحت مقالهم، وجعلت نحرك للحقيقة مرجعي، فسمعت نحرك لاعنا أقوالهم، ووجدت أصدقهم كذوب ومدعي، ورميت في ظهر المقال بزيفه، وأسخت للنحر الصدوق بأجمعي، فكأنه يرقى الرماح منابرا، يتلو المكارم من أعالي الشرع، مترنما عن فتية زادوا هدى بروائع لم تأت قبل بأروع، هذا دمي هذا دمي قد خط منتهج الفدا، تعسا لتاريخ أخل بمصرعي، تعسا لمن حملت لسان أمية وحكت منابرها الطفوف بلا وعي، نطقت جراحك كل جرح زفرة، وبكل قول حسرة المتفجع، يا ليتنا نادوا وأعلم أنهم لو يحضروا في الطف داسوا أضلعي،
فأنا الذي صنع الخلود بنسفه ويطوف قبر الخلد كالمتضرع، زلزلت دنيا الظالمين بمنحري، وكتبت منهاج الأباة بإصبعي، وملكت ناصية الزمان بوقفة، وجعلته باسم المفاخر تابعي. أحبائي، الآن وعلى بركة الله وعلى محبة سيد الشهداء وعلى حب جذر الوفاء وأصل الإباء ومعدن الإيثار، وبنداء واحد نفتتح هذا الكرنفال الحسيني الطاهر بصرخة لبيك يا عباس.